السلام عليكم. دلوقتي هنقدر نعمل فيديو سريع ازاي بيقدر المدرس يعمل تحميل للمادة الدراسية بتاعته على الدروس ويربطها بالكورسات اللي هي المادة الدراسية بشكل عام اللي خاصة بالسنة الدراسية. فأول حاجة بنعملها ان احنا بنحط اليوزر نيم، اسم المستخدم بتاع المدرس، وبعد كده بنحط الباسورد بتاعه. كل واحد من السادة المدرسين ليه باسورد مختلف عن التاني، وبعد كده بنقول له لوج ان. بعد ما السيستم بيعمل لي لوج ان، ببتدي اخش على الباك اند بتاع السيستم. اول حاجه بعملها ان انا بروح على المنيو او القايمه دي اللي اسمها ITS Education System، بروح على حاجه اسمها Lessons اللي هي الدروس. بعد ما السيستم بيحمل، على سبيل المثال بالنسبه للاكونت بتاع مس اسراء سمير، وده هيبقى بالنسبه لكل الساده المدرسين، هيبقى الاكونت بتاعهم فاضي مفيش اي حاجه متحمله عليه لان هم بالفعل ما حملوش اي حاجه. فأول حاجة هنقدر نعمل لها تحميل، هنقول له أضف جديد، درس جديد على سبيل المثال. الدرس الجديد اسمه الاسم الجميل ده اللي أنا مش عارف أنطقه أساسا. تمام، بعد ما عملنا إضافة جديدة للاسم، الدرس ده كام دقيقة؟ عايزين تسيبوها زي ما هي 30 دقيقة سيبوها، عايزين تحددوها بعدد الدقائق الفعلي لكل درس، دي حاجة ترجع لكم انتوا. تمام، بعد كده بنقول له نشر. بعد ما بيتم تحميل كلمة نشر، تمام، بنقول له أضف وسائط، أضف ملف وسائط. نرفع الملف على سبيل المثال اللي كانت بعته لنا ميس إسراء، من أنا حاطه ومسيبه عندي على الديسكتوب، والفيديو ده على سبيل المثال بيترفع الفيديو. بعد ما الفيديو تم تحميله بنختاره ونقول له ادراج في المقالة، بيبتدي ينزل الفيديو هنا زي ما حضراتكم شايفين. تمام، لو حابين نضيف وراه شرح بنعمل انتر ونبتدي نكتب الشرح اللي احنا عايزينه، او نبتدي نقول مثلا على سبيل المثال ان ده lesson 5 unit 3 مثلا ل math grade 5. اوكي، بعد ما خلصنا الكلام ده كله هنقول له تحديث. بعد ما دوسنا تحديث زي ما حضراتكم شايفين هو هنا بيعمل تحميل، خلص التحديث. في حاجه هنا اسمها ان الليسون ده مش assigned، لم يتم تعيينه بعد لماده دراسيه. علشان نقدر نعمل له تعيين لماده دراسيه بنيجي على كورسز، بعد ما بيتم تحميل الكورسز بيظهر هنا ان الكورس اللي محتاج يتعمل له تعديل. تمام، نقول له عرض. بعد ما بيظهر كل محتوى الكورسات اللي موجودة على الموقع اللي بالفعل تم إضافتها من مستر ياسر ومني، بيخش المدرس مشكورا على سبيل المثال ميس إسراء، هنا هي مدرسة ماس، هتخش هنا هتسيرش كلمة ماث وتدوس انتر، هيطلع لها كل السنوات الدراسية بتاعت اللي فيها كورسات الماس. فهي مثلا الدرس ده للفيفث جريد اللي هو خمسة ابتدائي، هنقول له تحرير.
بعد ما بيتم تحميل الصفحة بنيجي للسكشن بتاع المنهج. تمام، هنا في اسم الدرس اللي هي كريتته او اللي احنا كريتناه قبل كده، بنيجي نختار بقى من هنا نضيف للكورس الدرس اللي تم الكرييشن بتاعه، ظهر اهو تمام بالرقم الاي دي بتاعه، هنختاره ونقول له اضف. كده تم اضافة الدرس ده للسكشن ده جوه الكورس بتاع 5th grade math. وبالطريقة دي ده كل واحد من حضراتكم يعمل اضافة للدروس بتاعته ويربطها بالكورسات المدخلة مسبقا على السيستم. بعد ما بتخلص بتقول له تحديث، بعد ما بيتم التحميل بيبقى الدرس اللي حملناه موجود ايا كان الوسائط اللي فيه، هي فيديو ولا ملف بي دي اف ولا ملف وورد ولا صورة. اسم السكشن هنا ده ممكن نقدر نعمل له تعديل، ممكن نقدر نخليه مش موجود، ممكن نديليته من الاساس، بس لو عملنا له ديليت من هنا كل الدروس اللي تحتيه هتتشال. لو عايزين نقدر نضيف سكشن تاني تحت نفس الكورس بدروس مختلفة، نقدر من هنا نحط الماوس هنا نكتب اسم السكشن وندوس انتر. شكرا لحضراتكم وبالتوفيق ان شاء الله.